المحتال الذي قام ببيع بلد مزيف بأكمله. بدأ زمن الاكتشافات عندما اكتشف الأوروبيون أنهم يستطيعون السيطرة على النصف الغربي من الكرة الأرضية، فقد كان من الممكن جني أطنان من الأموال عبر السيطرة على هذه الأراضي والموارد التي تحتويها. لكن بحلول بداية القرن التاسع عشر، كانت معظم هذه الأراضي الغربية قد أصبحت تحت سيطرة طرف ما بالفعل. فماذا بإمكان شخص أن يفعل إذا كان يرغب بجني المال وفاتته الفرص؟ على ما يبدو بإمكانه اختراع بلد بالكامل. المحتال الذي نتحدث عنه في هذا الفيديو هو غريغور ماكغريغور، الذي ولد في اسكتلندا في عام 1786. وقد قام غريغور في شبابه بالالتحاق بالجيش البريطاني، وشارك في حرب الاستقلال الإسبانية ضد الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت، التي امتدت من عام 1807 حتى عام 1814، كما حارب لصالح فنزويلا ضد القوات الإسبانية. عندما ذهب غريغور إلى الأراضي الغربية للمشاركة في الحرب، هناك راودته فكرة اختلاق بلد جديد بالكامل وبيعه. لذا عاد في عام 1821 إلى بريطانيا، وهناك بدأ يتحدث باستمرار في كل مكان، ويدعي أن ملك الهندوراس قام بتنصيبه رئيسا لبلد يسمى بوياي. بالطبع لم يكن أحد قد سمع بهذا البلد، لكن غريغور كان يحدث الجميع عن هذا البلد وعن مدى جماله. وبحسب كلامه فهذا البلد يقطنه جنود بريطانيون سابقون شاركوا في حرب الاستقلال الفنزويلية، ولجعل كل شيء يبدو حقيقيا بعيون المستثمرين الذين كان ينوي بيع هذا البلد المزيف لهم، قام باختراع حكومة مزيفة بالإضافة إلى شعار نبيل مزيف، كما وضع أسعارا رخيصة حقا لأراضي هذا البلد، كما كان يقدم للمستثمرين رسومات تظهر معالم وطبيعة هذا البلد، وادعى أن أنهار هذا البلد مليئة بالذهب. ولكي تصبح القصة واقعية أكثر، جمع غريغور كافة هذه المعلومات ووضعها ضمن كتاب منحه عنوانا طويلا، وهو رسوم شاطئ البعوض بما فيها مقاطعة بوياي. كان هذا الكتاب مليء بالوصف المزيف لهذا البلد لكي يقنع الناس والمستثمرين بأن يشتروا هذه الأراضي منه. وفي عام 1822 قامت مجموعة من المستوطنين الذين اشتروا أراضي من غريغور بالإبحار إلى بوياي، وبالطبع بوياي هي ما يسمى اليوم بهندوراس. وسرعان ما اكتشفوا أن جميع وعود غريغور هي وعود كاذبة، فلم يكن يتواجد هناك أي مبان أو أي محاصيل، وبالتأكيد لم تكن هناك أي أنهار مليئة بالذهب أيضا. وعندما علم هؤلاء المستوطنون بأنهم قد خدعوا، بالإضافة إلى أنهم كانوا يعانون شحا في الغذاء والمعدات الطبية، وبعد كل هذا العناء قرروا العودة إلى منازلهم وملاقاة ذلك النصاب. وبعد أن سمع غريغور بأن المستوطنين عائدون إلى بريطانيا، قام بالهروب من لندن وتوجه إلى فرنسا، لكن الصحف أصبحت تلاحقه كاشفة خدعته إلى عامة الناس، ومع ذلك فقد نجح بطريقة ما في إبعاد أصابع الاتهام عنه والبقاء بعيدا عن المشاكل. ولكن في عام 1825 قامت الشرطة الفرنسية بإلقاء القبض عليه موجهة له تهمة التحايل، وقد حاول القيام بكل شيء للتملص من هذه الاتهامات، بما في ذلك إعلانه بأنه متمتع بحصانة دبلوماسية، وذلك لكونه سفيرا لدولة بوياي. ولكن بالطبع لم تكن السلطات الفرنسية ستسمح لغريغور بالتمتع بحصانة دبلوماسية لكونه سفيرا لبلد زائف، وهو أصلا مسجون بتهمة اختلاقه لهذا البلد. قام غريغور بعدها بتعيين فريق من المحامين استعدادا لمحكمته، وفعلا حكم القاضي ببراءته وقام بإلقاء اللوم على شركائه، وبذلك أصبح حرا ليغادر السجن ويفعل ما يشاء. لذا قام فرحا ببراءته بالعودة إلى لندن ليكرر هنالك مجددا تحايله. بدأت صحافة لندن بنشر قصص تحذر الناس من الوقوع في نفس الفخ، لكن حتى هذا لم يحمي الجميع، فقد نجح غريغور في بيع أراض في دولة بوياي المختلقة حتى عام 1837. لكن حينها بدأ العديدون يضغطون على السلطات لاعتقاله مرة أخرى،
لذا سافر إلى فنزويلا واستقر هناك وقضى ما تبقى من حياته حتى فارق الحياة. وبذلك انتهت حياة قصة أحد أنجح المحتالين في التاريخ، الذي نجح بخداع العديد من الناس دون أن يخضع لأي عقاب. بالطبع في وقتنا الحالي أصبح الاحتيال مختلفاً تماماً، ولم يعد من الممكن أن تنجح حيلة مثل هذه نظراً لوجود الإنترنت وغيرها. لكن ما هي آخر محاولات الاحتيال الناجحة التي سمعتم بحدوثها؟ شاركونا في تعليقاتكم في هذا الفيديو، وإلى لقاء آخر في فيديو جديد إن شاء الله.